أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. مقتل 15 جنديا وإصابة 20 آخرين في كمين نصبه مسلحون في محافظة أبين. الميليشيا تواصل قصف الأحياء السكنية في تعز، وموجة نزوح واختطافات في الوازعية. الرئيس هادي: الوفد الحكومي سيذهب لمشاورات الكويت من أجل وقف الحرب وتسليم الميليشيا للسلاح. قالت وكالة الأناضول إن 15 جنديا قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في كمين نصبه مسلحون في محافظة أبين. وقالت مصادر محلية أن مسلحين نصبوا كمينا لحافلة تقل جنودا في مديرية أحور كانوا متجهين صوب محافظة المهرة لاستلام رواتبهم. وأضافت المصادر أن عصابة مسلحة يقودها أحد المطلوبين أمنيا وقبليا اعترضت حافلات تقل مدنيين وعسكريين واشتبكت مع رجال القبائل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. الكمائن الإرهابية مفردة باتت شائعة في قاموس الجيش الذي تعرض لهجمات دامية في سياق المواجهة المفتوحة بينه وبين الجماعات المسلحة. المعلومات الواردة من محافظة أبين أفادت بمصرع أكثر من 15 جنديا وإصابة 20 آخرين في كمين نفذه مسلحون على حافلة تقل جنودا في منطقة أحور، كانوا في طريقهم إلى محافظتي حضرموت والمهرة. وبحسب المصادر فقد تم اختطاف الجنود إلى منطقة نائية، وقام المسلحون بإطلاق النار عليهم. وفق رواية أخرى فإن اشتباكات أعقبت الهجوم الدامي بين القبائل والعناصر الإرهابية في ذات المنطقة أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين. وحمل مسؤولون محليون سلطات المحافظة مسؤولية الانفلات الأمني وترك الباب مواربا أمام نشاط الجماعات الإرهابية والأعمال المسلحة في أبين. فكل ما يجري على هذه الأرض عناوين ثابتة لحوادث أليمة لا جديد فيها سوى بعض التفاصيل المتعلقة بملابسات الهجوم وعدد الضحايا. أعادت الحادثة إلى الأذهان عملية ذبح الجنود على طريق حضرموت وحوادث مماثلة شهدتها محافظة أبين في الأعوام الماضية. بتكرار هذه الهجمات يتغذى الانطباع بأن ما يجري نوع من خلط الأوراق، تكمن خطورته في أنه يجعل من الصعب الحديث عن الإجرام الميليشياوي دون الحديث عن إجرام مقابل يجري بعثرته على قارعة الطريق في أبين. إنها معادلة تخدم الميليشيا وتشوش كثيرا على فرص التهدئة وعملية السلام المرتقبة، كما تشكل عامل إضعاف للحكومة الواقعة في فخ المساءلة عن تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المحافظات المحررة. منذ فترة ليست بالقصيرة لم تعرف محافظة أبين الهدوء، كما باتت القاعدة وغيرها من الجماعات والفصائل المسلحة تشكل تحديا لا يستهان به، انعكس على شكل كمائن وهجمات إرهابية يخوضونها لنسف حالة الاستقرار وفرص الخروج من متاهة العنف. ومعنا من محافظة أبين مراسلنا لطفي إبراهيم. لطفي، أهلا بك معنا في هذه النشرة. ضعنا في آخر المستجدات حول حادثة قتل الجنود اليوم في مديرية أحور بمحافظة أبين. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم مستشفى الرازي، المستشفى الوحيد في المحافظة، استقبل عدد من الجرحى الذين وقعوا في يد جماعة مسلحة في مديرية أحور في حادثة اليوم. ونتيجة لعدم وجود اللوازم الطبية الكافية في المستشفى تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى الجمهورية وأيضا النقيب بمحافظة عدن. نعم. مسؤول محلي في مديرية أحور قال بأن هذه الجماعة المسلحة التي أوقفت الحافلة التي تقل الركاب، هذه الجماعة المسلحة اعتادت على أثارة القلاقل وزعزعة الأمن في المديرية منذ ما يقارب 3 أشهر تقريبا. نعم. خلال هذه الفترة وهذه العناصر تستولي على النقاط العسكرية بالمديرية. نعم. في فجر اليوم قامت هذه العناصر بإيقاف حافلة على متنها ما يقارب من 45 فرد من العساكر كانوا متجهين إلى المكلة والمهرة من أجل استلام رواتبهم. نعم. وبحسب أفادة المسؤول العسكري فإن جميع العساكر هم من أبناء محافظة الضالع. العناصر المسلحة أيضا قامت عندما أوقفت الحافلة قامت باقتياد هؤلاء العساكر إلى الجبال، وهناك بدأت بتنفيذ جريمتها وقامت بقتل 6 أشخاص حسب تصريح المسؤول المحلي في مديرية أحور، فيما جرح آخرون ولاذ البعض منهم بالفرار أثناء تدخل القبائل واشتباكهم
مع المسلحين. المسؤول المحلي الآن في أحور أكد أنه حتى اللحظة لا زالت هناك اشتباكات متقطعة بين المسلحين والقبائل، وأكد أنه لم يذكر وقوع أي ضحايا من الجانبين، أي من جانب نعم. القبائل. لطفي بخصوص هؤلاء المسلحون، من أي مكان ينتموا، ومن الذي يقف وراء دعمهم لهذه الأعمال؟ نعم، هم من أبناء قبيلة تنتمي لقبائل أحور، هي خارجة عن القانون منذ ما يقارب 3 أشهر، وهم يعملون على زعزعة الأمن. هم من أبناء المديرية، لا ينتمون إلى أي جماعة نعم. مسلحة أو أي حزب. نعم. الاشتباكات الآن لا زالت يعني متواصلة وقائمة بين القبائل وهذه الجماعات أم توقفت؟ اشتباكات متقطعة، حتى قبل ما يقارب 2 أو 3 دقائق وصلت بالمسؤول المحلي وأكد أن الاشتباكات لازالت متقطعة في شوارع أحور. لازال المسلحين يحتموا في المنازل ويقوموا بإطلاق النار على القبائل من منازلهم، حيث أن القبائل استولت على المراكز التي كانت تستولي عليها هذه الجماعات المسلحة. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا لطفي إبراهيم، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة أبين. في تعز استشهد مدنيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي شنته الميليشيا على حي حوض الأشراف والإخوة وسط المدينة. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا استحدثت نقطة في مفرق شرعب لتشديد حصارها على المدينة وتقييد حرية التنقل، فيما تواصل قصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة. لا تغيب هذه المشاهد عن تعز، مع اشتداد المعارك تكون سيارة الإسعاف حاضرة، وفي لحظات الهدوء أيضا لا تختفي، فبإمكان الميليشيا أن تحول المدينة كما عهدناها إلى مسرح للقتال والموت، فتحاصر على أطراف المدينة وتقصف السكان المدنيين في وسطها كما حدث في حي وادي القاضي وحوض الأشراف وحي فندق الإخوة، حيث قصفت الأحياء وسقط قتلى وجرحى من المدنيين. تؤكد المصادر أن الميليشيا استحدثت نقاطاً أمنية في مفرق شرعب وضيقة الخناق في معبر حذران غربي المدينة، كما استمرت في محاولة السيطرة على عدد من التباب في الجبهة الغربية في الضباب، لكنها لاقت مواجهة شرسة من المقاومة والجيش الوطني. لا تبدو تعز في طريق الخلاص قريباً من هذه الحرب، في لحظة تذهب جميع الأطراف للحديث عن هدنة وحوار سياسي مرتقب، وتبدو تعز في الضفة المقابلة منها تماما، لا سيما والميليشيا في سباق ملحوظ على مهاجمة الأحياء وسط المدينة وحشد عناصرها في جبهات القتال على الأطراف، في ظل تعقد الحياة من يوم إلى آخر وبقاء الأوضاع على ما هي عليه. وفي مديرية الوازعية جنوب غربية تعز، قالت مصادر محلية إن الميليشيا شنت حملة اختطافات بحق المواطنين، إضافة إلى اعتقالها نحو 60 شخصا في مدرسة سكينة غرب مفرق الأحيوق. هذا وتشهد جبهات القتال حالة هدوء وسط ترقب من تجدد المواجهات، مع استمرار نزوح سكان المديرية جراء القصف الذي تشنه ميليشيا الحوثي والمخلوع. هدوء حذر تشهده جبهات القتال في مديرية الوازعية بعد معارك هي الأعنف تعرضت فيها المنطقة لقصف عنيف من قبل ميليشيا الحوثي، ويتزامن هذا مع حالة استعداد مقاتلي المقاومة الشعبية للانتشار الواسع في كافة الجبهات تحسبا لأي عملية عسكرية لقوات المخلوع والميليشيا. تعزيزات جديدة دفعت بها الميليشيا إلى المديرية سعيا للسيطرة على مواقع جديدة في شقيرة والأحيوق التي شهدت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية، أدت إلى سيطرة الميليشيا على مواقع محدودة بسبب ما تعانيه المقاومة من نقص في السلاح. أصحاب الدعم أو الجيران أو القبائل أو إمدادنا بالأسلحة الثقيلة وذخائرها، إذا وجد لدينا سلاح ثقيل لا يوجد لديه ذخيرة نستخدمه في المعركة، لذلك نستغيث ونستنجد والتحالف ومن له يد العون والخير يمدنا بذلك. في حين تكثف المقاومة الشعبية من تواجدها في كافة الجبهات وعلى الطرقات الرئيسية خاصة في وادي قريب والنوبة والصبارة،
في مهمة تأمين المناطق التي تسيطر عليها ومنع أي تقدم للميليشيا والمخلوع فيها. كل تلك التحركات تزداد معها موجة النزوح في أوساط السكان نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيا وحليفها المخلوع صالح على المديرية، حيث نزحت عشرات الأسر إلى مناطق أخرى وسط نداءات استغاثة لإنقاذهم من الحرب. ومعنا من تعز مراسلنا حمزة أمين. حمزة، كيف تجري الأمور اليوم في تعز مع تشديد الحصار من قبل ميليشيا الحوثي واستحداث نقاط أمنية جديدة لشد يعني لزيادة الحصار على المدينة في جميع المداخل؟ نعم، دعني في البداية نتحدث عما يحدث الآن في الجبهة الشرقية، حيث تدور اشتباكات متقطعة في حي كلابة في منطقة عصيفرة، وأيضا جبهة مشتعلة هنا في منطقة الزنوج في الجبهة الشمالية. أيضا اليوم دارت اشتباكات في جبل غراب في المنطقة في الجبهة الغربية بعدما قامت الميليشيات باستحداث نقاط جديدة في مفرق شرعب ومنعت دخول المواطنين وخروجهم، لتفرض بذلك حصارا جديدا وتقوم ببناء أو عمل معبر جديد في مفرق شرعب لمنع دخول الناس وخروجهم. أيضا تزامن كل ذلك مع الضربات المكثفة لطيران التحالف العربي، حيث شن غاراته على منطقة السكين وقام بتدمير عربة كاتيوشا. أيضا طيران التحالف شن غاراته على مناطق متعددة في الجبهة الغربية في منطقة مفرق شرعب. نعم، فيما يخص حمزة عن الجبهة الغربية في الضباب، هناك أنباء يعني تحدثت بأن المقاومة استعادت بعض المواقع المهمة في هذه الجبهة. نعم، بعد الاشتباكات التي دارت اليوم في جبل غراب في الجبهة الغربية، نستطيع القول أن المقاومة تحاول التقدم ولم تتم السيطرة بعض على المواقع المهمة، ولكنها على وشك التقدم. أيضا دعني أشير إلى أن حسب ما وردتنا المعلومات في هذه الأثناء، أن الميليشيات تقوم في منطقة الوازعية بنهب محتويات منازل المواطنين هناك في قرى وادي المعقم والشعيب والمقاهي وقرى الشقيرة. نعم، فيما يخص الاختطافات التي تنفذها الميليشيا حمزة في منطقة الوازعية، ما الذي يدور هناك من المعلومات التي وصلتك من هناك؟ تقوم الميليشيات كعادتها بحملة اختطافات واسعة لكل القرى التي تجتاحها، وهي تقوم بحملة اختطافات واسعة للشباب الذين أو أسر الشباب الذين كانوا يقاومونهم. الميليشيات بذلك تقوم بنهج أسلوب الحرب الذي يجعل كل المواطنين ينبذونهم في تلك المناطق. أشكرك جزيلا مراسلنا حمزة أمين، كنت معنا من تعز. في محافظة لحج فجر مسلحون برجا في مبنى الأمن السياسي بمدينة الحوطة، وقالت مصادر محلية أن مسلحين فجروا البرج الثاني بمبنى الأمن الواقع في الخط العام الرابط بين محافظتي عدن ولحج. ويسيطر تنظيم القاعدة على مبنى الأمن السياسي ومباني حكومية في الحوطة، وفي السياق ذاته انطلقت حملة عسكرية لإزالة النقاط العشوائية على الخط العام في المحافظة. وقال الناطق الرسمي باسم جبهة العند قائد نصر إن الحملة ستواصل إزالة النقاط بين الحوطة والعند والمناطق المجاورة في خطوة لتأمين المناطق وتثبيت الحضور الأمني والعسكري. تتواصل المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيا في منطقة عبل الوهبية بمديرية السوادية في محافظة البيضاء جنوب مديرية العبدية التابعة لمحافظة مأرب. وقال مراسل بلقيس إن المقاومة تمكنت من السيطرة على مواقع كانت خاضعة للميليشيا في مناطق عبل والسيلة وخرفان في منطقة الوهبية بعد معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيا بينهم قياديان. في منطقة الوهبية بمديرية السوادية بالبيضاء على الحدود مع مديرية العبدية بمحافظة مأرب تدور مواجهات عنيفة منذ عدة أيام بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. تمكنت المقاومة خلالها من دحر الميليشيا من حدود مديرية العبدية والسيطرة على عدد من المواقع في مناطق عبل والسيلة وخرفان في منطقة الوهبية بعد معارك عنيفة
سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا بينهم قياديين ميدانيين. هذا جهاز أبو حسين الذي قام بقتل جبهة على بلادنا وقمنا تحاول الميليشيا الرد على الضربات الموجعة التي تلقتها وتدفع بتعزيزات عسكرية بغرض استعادة المواقع التي سيطرت عليها المقاومة، غير أنها تواجه بمقاومة شديدة من أفراد المقاومة الشعبية الذين يسعون لتضييق الخناق أكثر على ميليشيا الحوثي والمخلوع. تم جهرب العدو من المواقع التي تم السيطرة عليها في مديرية العبدية الوبارب والمقاومة والجيش الوطني وأبناء المديرية بالكامل، وتم جهربهم وأخذنا وإحنا الآن في المواقع في الأمامية في محافظة البيضاء. المقاومة لا تكتفي بالدفاع فقط، بل تنتقل لمرحلة الهجوم من وقت إلى آخر لتحقق تقدما على مختلف الجبهات. أدعو جميع القبائل، قبائل البيضاء، أن تفوق وأن ترجع إلى صوابها. المقاومة قادمة لا محالة. إذن تبدو المعركة في الجبهة الفاصلة بين البيضاء ومأرب متصلة بمعارك التحرير التي تشهدها أكثر من جبهة في المحافظة، والتي يؤكد أبناؤها على استمرار كفاحهم المسلح لتخليص محافظتهم من الميليشيا. في محافظة مأرب سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على جبل الأشقري ومواقع في جبل هيلان التابع لمديرية صرواح. وقال مصدر في المقاومة إن قوات الجيش والمقاومة تمكن من التقدم الميداني في بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا. الجيش الوطني والمقاومة يواصلان تقدمهما في أجزاء من مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين في محافظة مأرب، والتي من خلالها يتم استهداف عاصمة المحافظة بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا. كانت صرواح يومي الخميس والجمعة على موعد مع عملية عسكرية واسعة للجيش الوطني لتحرير المديرية التي كانت مسرحا للمواجهات خلال العام الماضي وحتى اللحظة. مصادر في الجيش قالت أنه تم استعادة موقع المصنع بوابة صرواح الشرقية وكذلك سلسلة جبال الأشقري المطلة على المديرية. طائرات الأباتشي كانت هي الأخرى طرفاً في العملية العسكرية، حيث أمنت الغطاء الجوي للمقاتلين على الأرض باتجاه مركز المديرية. وبحسب المصادر فقد دارت المعارك على محورين، الأول باتجاه جبال الأشقري الاستراتيجية الذي تمت السيطرة على أجزاء واسعة منها، بينما كان المحور الثاني جبال هيلان حيث تمكن الجيش والمقاومة فيها من استعادة السيطرة على 4 مواقع. أسفرت المعارك العنيفة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من جانب الميليشيا، بالإضافة لمقتل 3 من رجال المقاومة وجرح 17 آخرين في تلك المواجهات. صرواح المعركة المؤجلة رغم أهميتها الاستراتيجية والمعنوية، تستميت فيها الميليشيا مستفيدة من التضاريس الوعرة وامتداد السلسلة الجبلية بمسافات طويلة، لإدراكها أن خسارتها لصرواح تعني حسم وقت المعركة في أماكن أخرى لصالح الجيش الوطني. سياسيا، أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي أن الوفد الحكومي سيذهب إلى مشاورات الكويت من أجل وقف الحرب والسلام وتسليم الميليشيا للسلاح. وقال هادي خلال ترأس اجتماع لأعضاء الفريقين السياسي والمشاورات الخاص بمحادثات الكويت: لدينا الرغبة في تحقيق السلام بما يعزز الأمن والأمان، انطلاقا من مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب اليمني كافة من المهرة وحتى صعدة. وفي السياق ذاته قال مستشار الرئيس وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت محمد العامري إنه لا توجد مسودة للمشاورات غير آلية تطبيق القرار الأممي التي ستقتصر محادثات الكويت على تنفيذها. وأضاف العامري في تصريحات صحفية أن الحكومة أعدت رؤيتها لإنهاء الانقلاب، وستقدم في محادثات الكويت آلية لتطبيق القرار الأممي ترتكز على استعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة بفك حصار المدن وإطلاق سراح المختطفين. وقال العامري إن لجانا عسكرية أعدت آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وستوزع مهامها عبر لجان محلية بإشراف المحافظين المعينين من قبل الحكومة وبوجود خبراء من الأمم المتحدة.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري أن التحالف مستعد لوقف إطلاق النار طالما التزمت الميليشيا بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى انسحابهم من المدن اليمنية. وقال عسيري في تصريح نقلته وكالة أسوشيتد بريس إن على الحوثيين إظهار التزامهم بمحادثات السلام المقررة انعقادها في 18 أبريل الجاري والتي قد تسفر عن تسوية سياسية، وأضاف أن عليهم الاعتراف بحكومة الرئيس هادي وتسليم أسلحتهم الثقيلة. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن هناك بوادر إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات السلام اليمنية المقرر عقدها بالكويت في 18 أبريل الجاري. وأوضح الجار الله في تصريحات صحفية أن الكويت ليست إلا دولة مستضيفة للمفاوضات، بينما الأمم المتحدة هي المعنية بالإشراف على الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها. وأعرب المسؤول الكويتي عن أمله في أن تسفر هذه البوادر عن حلول تصب في مصلحة اليمن الشقيق، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الغد. من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ضرورة اعتماد الحلول السياسية للخروج من الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن. وقال قرقاش في تغريدة له على تويتر إن المرجعيات واضحة ولا بد من نجاح المسار السياسي في الكويت لأجل اليمن. وأضاف قرقاش أن النجاح السياسي في الكويت هدف استراتيجي وليس خطوة تكتيكية. قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن الدبلوماسية الكويتية ستلعب دورا محوريا في احتضانها لجولة المفاوضات اليمنية المزمع انطلاقها في 18 من الشهر الجاري. وقال بن حلي إن المفاوضات مؤشر إيجابي لإنهاء الأزمة اليمنية واستعادة الشرعية وعودة الأمن والاستقرار. ودعا بن حلي إلى ضرورة قطع الطريق أمام الأطراف الخارجية التي سعت إلى العبث بأمن اليمن والمنطقة. أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أهمية تفعيل دور اللجنة الاقتصادية بما يضمن إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق المحررة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن بن دغر ناقش خلال ترأسه اجتماعا مع اللجنة الاقتصادية موقف المالية العامة، ولفتت إلى تحييد البنك المركزي خلال الفترة الماضية لكن الميليشيا لم تلتزم ومارست خروقات عدة استفادت منها ماليا لمحاربة الدولة. أكد مصدر في نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة صنعاء استمرار الإضراب الشامل في الجامعة للأسبوع الثالث على التوالي. وكشف المصدر عن وجود مفاوضات تجريها النقابتان مع وزارة التعليم العالي لإلغاء قرارات التكليف برئيس للجامعة ونوابه التي أصدرها القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي المعين من قبل الميليشيا أواخر مارس الماضي. وأوضح المصدر أن النقابتين تصران على إلغاء التكليفات كشرط أساسي لرفع الإضراب، مشيرة إلى أن الحوثيين يماطلون في الاستجابة رغم وعودهم بحل الأزمة وإلغاء التعيينات. أفرجت ميليشيا الحوثي عن مواطن أمريكي كان محتجزا لديها. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطنة ساعدت في الإفراج عن المواطن الأمريكي بناء على توجيهات من السلطان قابوس بن سعيد وتلبية لطلب الحكومة الأمريكية. وأضافت الوكالة أن الجهات العمانية نسقت مع الحوثيين وقامت بنقل المواطن الأمريكي نيهيت هاربر من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة لسلاح الجو العماني تمهيدا لعودته إلى بلاده. ويعمل هاربر ممثلا لمنظمة بارتنر أيد العالمية الأمريكية، وتم اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي في مقر المنظمة بصنعاء. قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمية عبير عطيفة إنه يجري الترتيب لتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية بالتزامن مع وقف إطلاق النار في اليمن.
وأوضحت عطيفة في تصريحات صحفية أن مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن على استعداد لضخ أكبر قدر من المساعدات للمحافظات المتضررة من الصراع. وأشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية إلى أن الفريق المعني ينتظر تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض حتى يتم تحديد المناطق التي سيتم إدخال المساعدات إليها في أقرب وقت. يساعد البرنامج نحو 200 ألف نازح في 95 مأوى تابعة. شكى الأهالي في جزيرة سقطرى توقف العمل في بعض مصارف المحافظة، وقالوا إن ذلك يؤثر على عملية استيراد المواد التي يعتمد عليها المواطنون، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وطالب المواطنون الحكومة بضرورة توفير السيولة لأعمال المصارف. التقرير التالي والتفاصيل. تتعدد أشكال المعاناة التي تصل إلى جزيرة سقطرى وتقربها من واقع حرب عملت الجزيرة على الهروب منه، وساعدها في ذلك موقعها الجغرافي. لكن هذا لن يصمد طويلا، فقد بدأت أوضاع الأهالي هناك تزداد سوءا، وبدأت السيولة المالية البسيطة في النضوب، وذلك بفعل عوامل عدة قادمة من الوضع العام للبلاد. اتجاه التجار بالاحتفاظ بالعملات وعدم توريدها في أي مصرف، تخوفا من ارتفاع أسعار الصرف الدولار، وهي عوامل من شأنها فرض المزيد من الأعباء على سكان اعتادوا إدارة حياتهم بصورة بسيطة بعيدة عن كل تعقيد، حيث يعتمدون في الغالب على دخل مرتبط بالأرض وثرواتها التي بالكاد تكفي لشراء حاجيات يومية يتم استيرادها من أماكن بعيدة. تراكمت هذه الأزمة على سقطرى والعملة الموجودة داخل المصارف يعني راحت وتلاشت وضاع البعض منها، واحتفظ المستثمرين والأصحاب النقود بنقودهم في بيوتهم. ووفقا للمصرفيين، فإن من شأن التأثيرات الطفيفة في الحركة النقدية وغياب العملة في الجزيرة إحداث أزمات كبيرة يصعب الخروج منها أو تجاوزها، وهي تأثيرات تمس مصائر الناس. قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن عربات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي داهمت قرية العبلية بمديرية اللحية بحثا عن معارضين لها تتهمهم بالتنسيق مع الجيش الوطني. وأضافت المصادر أن الميليشيا اختطفت أكثر من 14 مدرسا في جمعيات خيرية أمس الأول واحتجزتهم في أماكن متفرقة، فيما فشلت محاولات أقاربهم بالإفراج عنه. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: مقتل 15 جنديا وإصابة 20 آخرين في كمين نصبه مسلحون في محافظة أبيان. الميليشيا تواصل قصف الأحياء السكنية في تعز، وموجة نزوح واختطافات في الوازعية. الرئيس هادي: الوفد الحكومي سيذهب لمشاورات الكويت من أجل وقف الحرب وتسليم الميليشيا للسلاح. نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.